Les événements à venir. صباح الخير أمال، صباح الخير للناس اللي تسمع فينا الكل. نبدأ فقرة الأحداث المنتظرة بإحياء الذكرى 71 لاغتيال الزعيمة فرحات حشاد، وين يلقي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل نوردين الطبوبي اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 في بطحاء محمد علي الحامي كلمة، ثم سيتحول النقابيون في مسيرة نحو الضريح بالقصبة. باش يتم اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 بداية من الساعة 9 صباحا افتتاح الجلسة العامة بالبرلمان لعرض ومناقشة مشروع ميزانية مهمة التعليم العالي والبحث العلمي من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. وفي الحصة المسائية بداية من الساعة 3:30 بعد الظهر باش يتم افتتاح الجلسة لعرض ومناقشة ميزانية المهمة الخاصة بمحكمة المحاسبات من مشروع ميزانية الدولة لسنة 2024. الجمعية التونسية للمحامين الشبان تنظم يوم المحامي الشهيد بغزة، وذلك اليوم الاثنين 4 ديسمبر 2023 بقاعة الشهيد شكري بالعيد بدار المحامي ابتداء من الساعة 1:00 ظهرا، وين باش يتم عرض شريط فيديو وفاء لأرواح المحامين الشهداء بغزة، وباش تكون فما مداخلة للدكتور إبراهيم الرفاعي أستاذ القانون العام والعلوم السياسية بجامعة المنار ورئيس اتحاد الحقوقيين الفلسطينيين بتونس تحت عنوان تداعيات 7 أكتوبر، وفما مداخلة ثانية للأستاذ حاتم الشلي المحامي ومستشار دفاع محكمة الجنايات الدولية، كما باش يكون فما ربط مباشر من غزة مع أستاذ زياد النجار أمين سر نقابة المحامين بفلسطين مركز غزة حول آخر التطورات والتداعيات في علاقة بالعدوان على غزة. وختاما تنظم بلدية صفاقة سند وعلمية بمناسبة اليوم العالمي لذوي الإعاقة بعنوان الإعاقة لدى الأطفال الوقاية والإدماج، وذلك اليوم 2 ديسمبر 2023 بقاعة الأفراح والمؤتمرات البلدية انطلاقا من الساعة 2 بعد الظهر. هكا نكون وكملنا فقرة الأحداث المنتظرة لليوم، إن شاء الله نهاركم زينة. Les événements à venir.